الحلق. أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم. تكلمنا عن أقصى الحلق مما يلي الصدر، ثم وسط الحلق ويخرج منه وهو ما تحت الجوزة ما بين أقصى الحلق وأدناه، ويخرج منه العين والحاء. الآن نتحدث عن أدنى الحلق أي أقربه من مما يلي الفم. يعني أول نقطة في الحلق أثناء دخول الهواء، وأبعده من أثناء خروج الهواء. أدنى الحلق ويخرج منه حرفان وهما الغين والخاء. كيفية خروج الغين؟ يندفع لها الهواء من الرئتين وهو زامر. معنى وهو زامر كما ذكرنا أي أن الوتران في حالة تضايق، فنسمع اهتزاز وارتعاد الوترين مما يسمعنا صوت الغين. حتى إذا وصل هواء الغين أو صوت الغين إلى الفم وجد المنطقة الرخوة التي هي أصل اللهاء، يرتفع أقصى اللسان حتى يكاد يمس أصل اللهاء. إذا اندفع الهواء وهو زامر حتى إذا وصل إلى الفم ارتفع أقصى اللسان حتى يكاد يمس اللهاء أي هذه اللحمة المتدلاة، وحاول هذه المنطقة الرخوة مع أقصى اللسان تحاول أن تمنع مرور الهواء من بينهم. الهواء يريد هواء أو صوت الغين يريد أن يمر من بين أقصى اللسان وأصل اللهاء من هذه المنطقة الرخوة، فيزاحم بقوة ويجبر وهو يريد أن يمر من هذا المرور وهذه المزاحمة. نسمع صوت الغين فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا هذا الصوت الذي نسمعه هو عملية مرور الهواء من بين أقصى اللسان وأصل اللهاء، هذه المنطقة الرطبة الرخوة، تكاد هذه الرطوبة تمنع الهواء أثناء مروره فتزاحم وتكسر من الكسر الجبر على الرجوع، والهواء يريد أن يمر. هذه المزاحمة وهذا الكسر وهذا المرور هو ما نسمعه صوت الغين. هواء الغين يندفع من الرئتين، يرتفع أقصى اللسان حتى يكاد يمس أصل اللهاء، والهواء يريد أن يمر من هذه المنطقة الرخوة. هذه المنطقة تشكل رطوبة، أثناء مرور الهواء وهو يزاحم ويكسر ويجبر على التراجع وهو يريد أن يمر، نسمع صوت الغين يكسب هذا الصوت. هذه الرطوبة تكسب الصوت، صوت الغين الخاء. تخرج الخاء أيضا بمثل طريقة خروج الغين، لكن هواء الخاء مهموس لتباعد ما بين الوترين أثناء مرور الهواء، يندفع لها الهواء من الرئتين وهما في حالة تباعد أي غير زامر. اتفقنا؟ حينما تسمع كلمة زمير أو زامر أي أن تتخيل أن الوترين في حالة تضايق مما يسبب ارتعاد وذبذبة، إذن هذا الحرف مجهور. أما في حالة تباعد الوترين فالهواء يمر، فنقول عن الحرف أنه مهموس. إذن لخروج الخاء يندفع الهواء فيمر ما بين الوترين غير زامر لتباعد ما بين الوترين. حتى إذا وصل الهواء إلى الفم اصطدم أيضا، ارتفع أقصى اللسان حتى يكاد يمس أصل اللهاء، فتكونت هذه المنطقة الرخوة وجبر الهواء وكسر وتراجع، لكنه يريد أن يمر فحدثت المزاحمة. كلما زحم الهواء من هذه المنطقة الرخوة
وهو يصر ويستمر في الاندفاع، هذه المزاحمة هي ما نسمعها صوت الخاء. لكن الفرق بين الغين والخاء أن الاحتكاك والمزاحمة مع الخاء أشد ووقعه أخشن وأجف، وهذا ما نلحظه. أخرج، أخ، تسمع احتكاك أشد وخشونة أشد وبها جفاف. فالفرق بين الغين والخاء أن الغين مجهورة مستعلية ومنفتحة ومصمتة، كذلك الخاء مهموسة. الفرق هنا في الهمس بين الخاء مهموسة والغين مجهورة، لكن الخاء أيضا مستعلية ومنفتحة ومصمتة. إذن الغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق، ونتذكر دائما هذا الذي يحدث في المنطقة الرخوة أثناء مرور الهواء. تتشكل رطوبة مع أقصى اللسان حينما يرتفع ويكاد يمس أصل اللهاء، هذه اللحمة، قطعة اللحم المتدلى، فهذه المنطقة الرخوة تشكل رطوبة فتزاحم الهواء وتريد أن تقصره، تجبره على التراجع، والهواء يريد أن يمر بفعل الاندفاع. فكلما كان المزاحمة والتراجع والاحتكاك، هذا ما نسمعه صوت الغين أو صوت الخاء. الفرق بين الغين والخاء كما ذكرنا أن الغين مجهورة لتضايق ما بين الوترين أثناء المرور، والخاء مهموسة لتباعد ما بين الوترين أثناء المرور. وأيضا قالوا أن الغين مخرجها أخرج يسيرا عن الخاء، ولذلك ترتيبها جاء أولا الغين ثم الخاء. بهكذا أيها الأحبة نكون تكلمنا عن المخرج الثاني، وهو المنطقة العامة الثانية والتي بها ثلاثة مخارج الحلق، منطقة عامة أو مخرج عام به ثلاث مخارج خاصة. تكلمنا عن أقصى الحلق ويخرج منها الهمز والهاء، ثم وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، ثم أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء، حتى ألقاكم بإذن الله تعالى مع مخرج اللسان وهو أبو المخارج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.